وتتابعونا في ملفاتنا هذا المساء. خلافات عميقة تعصف بقمة الناتو رغم البيان الختامي المنمق، فهل أفلح المجتمعون باحتوائها؟ في مقابلة خاصة مع الغد، الاتحاد التونسي للشغل يقول أن الانتخابات البرلمانية أفرزت مشهدا سياسيا مشتتا. أعمال قمة حلف شمال الأطلسي اختتمت أعمالها في لندن، إذا قررت تكتل في ذكرى تأسيس 70 خطة لحماية دول البلقان وبولندا من التهديدات الروسية، كما قرر زيادة ميزانيته بينما بقيت العديد من الملفات الخلافية عالقة دون حلول. فهل نجحت قمة لندن في تبديد بعض التباينات؟ وكيف تبدو أفاق العلاقة بين أعضاء الحلف؟ في الذكرى 70 لتأسيسه أنهى حلف شمال الأطلسي اجتماعاً على مستوى القمة في لندن وسط حالة من الانقسام. تصريحات علنية لزعماء بعض الدول الأعضاء شابهت التناقض وأوحت بعمق الأزمة داخل الحلف. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد تصريحات نظيره الفرنسي بأن الحلف ميت سريرياً، مع أن ترامب نفسه لطالما انتقد الحلف ودوله الأعضاء. خلاف آخر ظهر مع انتقاد فرنسا للخطوات المستقلة لتركيا بغزوها لسوريا ومقاتلتها وحدات حماية الشعب الكردية التي حاربت مع القوى الغربية تنظيم داعش الإرهابي. أردوغان هدد بأنه سيعترض على خطة الحلف للدفاع عن دول البلقان والبلطيق إن لم يعترف الحلف بهذه الوحدات كفصائل إرهابية. أسقط الحلف النقاش في هذه النقطة، ولم ينفذ أردوغان تهديده بالاعتراض، فولدت خطة الدفاع عن البلقان وبولندا. وبالرغم من تناول اجتماع الناتو طموحات روسيا التوسعية العسكرية ووصفوها بالعدوانية، إلا أن الأعضاء دعوا إلى الحوار معها والانفتاح عليها، مع تأكيد الحلف تعامله بجدية مع نشر موسكو صواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. الرد الروسي جاء على لسان الكرملين بقوله إن زيادة إنفاق الناتو الدفاعية تظهر أن موسكو كانت على حق بقلقها إزاء توسع الحلف شرقا ومحاولاته احتواء روسيا. على ضفة الصين كان الحلف أكثر انفتاحا ومرونة، فقد دعا إلى إشراك بكين في كل حوار حول الحد من انتشار السلاح عالميا، وبعيدا عن الدعوات السلمية للناتو تجاه أقطاب القوى في العالم. رحل زعماء التكتل بأسئلة كثيرة لا تزال معلقة في أزمات عدة حول العالم وعلى رأسها سوريا وليبيا. لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من لندن، السيد أحمد أبو دوح مستشار التحرير في صحيفة الاندبندنت البريطانية، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي السيد بشار جرار. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بشار، الخلافات العميقة والعلنية حضرت في أروقة اجتماعات قمة الناتو وغابت عن بيانه الختامي، هل باعتقادك بنود هذا البيان تعكس صورة حقيقية لما جرى في هذه القمة، قمة لندن؟ هي لا تعكس بالضرورة، لأن السوشيال ميديا استبقت الجميع، وشريط الفيديو القصير الذي أحدث موجة عارمة من التعليقات والتي أفضت إلى انتعاض أمريكي مما تداوله الناشطون عندما وصف، اضطر الرئيس ترامب أن يصف شريكه في هذا الحلف ترودو رئيس وزراء كندا بأنه ذو وجهين. هذا يعكس أن ما جرى أمام عدسات الكاميرا، سواء بعلم المشاركين أو في غفلة منهم، قد عكس حقيقة ما يجري. هذه قمة جرت في الذكرى 70 بلا مساحيق تجميل، كشفت وسائل الإعلام الوجه الحقيقي لهذه الخلافات. هناك طريقة مختلفة كليا
لتعامل القوة العظمى في هذا الحلف وهي الولايات المتحدة الأمريكية مع الحلفاء والشركاء. إدارة ترامب واضح من الغداء العمل الذي يعني اقتصره فقط على من لبى 2% من ناتج الدخل القومي في ميزانية الدفاع الذين استجابوا إلى مطالبه 8+1 هم فقط من عكسوا الوجه الذي يريده لمستقبل الناتو في 70 عاما المقبلة إن بقي الحلف على حاله. أما الشركاء الثانويين إنجاز للتعبير كالدول المنضمة يعني جديدا تحت عضوية الأطلسي أو الدول المؤسسة ومنها تركيا، فأعتقد أن أيضا القمة فشلت في التعامل مع القضايا الأكثر يعني تماسا مع المصالح القومية لهذه الدول، خاصة عندما اختلف علانية الرئيس التركي والفرنسي على تعريف الإرهاب، ما هو الإرهاب وما هي التنظيمات الإرهابية، وعندما اختلف الرئيس الأمريكي وشريكه الكندي وجاره الكندي في التعبير عن إلى أي مدى يجب أن يكون الالتزام، عندما سأله وأحرجه أمام وسائل الإعلام هل وصلت إلى 2% وقال 1.3 وصححوا رقمه 1.4% من الناتج القومي. إذن هذه القمة باختصار هي فقط أسقطت القناع عن الخلافات التي كان يختفي خلفها القادة في الصورة الجماعية عندما يأتس الجميع. نعم. حتى هذه الصورة خلت من الابتسامات، وجدنا جميل. الوجه يعني واجما لأردوغان وإلى جانبه الرئيس ترامب الذي لم يستطع أن يحتوي امتعاض العديد من الشركاء الأوروبيين من أردوغان وتصريحاته وسياساته. نعم. ما رأيك سيد أحمد، البيان الختامي هل هو محاولة من الحلف ومن القادة الحاضرين لإعادة هذا القناع لإخفاء هذه التباينات والخلافات فيما بينهم، أم ربما أفلح القادة المجتمعون في تجاوز ولو بالحد الأدنى ما يمكن تجاوزه من هذه الخلافات الحاضرة؟ أنا أعتقد أن الخلافات في هذه القمة توضح أن أو تعكس أن هذا عيد ميلاد غير سعيد للناتو، وأن الصورة النهائية والبيان الختامي هو محاولة لكسب الوقت من قبل الزعماء الذين يعرفون أن بمرور الوقت الناتو صار منتهي الصلاحية، بمعنى أن هناك تهديدات واقعية من داخل حلف الناتو وليس من خارجه. يعني أنا لا أتصور أن الإرهاب أو الصين أو روسيا تمثل التهديدات الكبرى لحلف الناتو بقدر ما يمثله الرئيس دونالد ترامب. هذا الرئيس لا يؤمن بالمبادئ الرئيسية التي قام من أجلها الحلف، هو ليس فقط يضغط على الحلفاء من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا حتى يعترف بالتهديدات الحقيقية التي تمثلها روسيا على سبيل المثال على الاتحاد الأوروبي، ولكنه أيضا يرى في حلف الناتو يعني وسيلة للابتزاز الدفاعي، ولا يرى فيه مؤسسة تحافظ على النظام العالمي الليبرالي ومؤسسة تضاعف القوة الدبلوماسية والعسكرية لواشنطن في الخارج. ثانيا الاتحاد الأوروبي نفسه وليس الناتو، يعني الاتحاد الأوروبي الذي مثل قاعدة قيام الناتو بعد الحرب العالمية الثانية في خطر، تركيبة هذا الاتحاد الأوروبي صارت في خطر. أولا صعود الشعبوية اليمينية تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ثانيا هؤلاء أيضا المناصرون للاتحاد الأوروبي مثل ماكرون على سبيل المثال الذين يرون في أوروبا قوة استراتيجية أو يجب أن تتحول إلى قوة استراتيجية مستقلة عبر إنشاء الجيش الأوروبي الموحد على سبيل المثال، لم يعودوا يعني يؤمنون بطبيعة الناتو كقوة كبيرة تنتمي إلى حقبة الحرب الباردة. على سبيل المثال الرئيس الفرنسي يريد تحويل الناتو اليوم إلى قوة خفيفة لمكافحة الإرهاب فقط، ولا يريد أن تستخدم الناتو كالجسر الذي يربط عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة. ثالثا وهذا مهم، صعود النزعة الانعزالية ليس فقط في البيت الأبيض ولكن أيضا داخل الحزب الجمهوري الذي بات يتأثر بهذه النزعة التي تمثل التي بارتي على سبيل المثال تاريخيا، وبالتالي حتى لو ذهب دونالد ترامب ونحن رأينا ذلك في تصرفات الرئيس أوباما على سبيل المثال الذي ينتمي حتى للحزب الديمقراطي، فحتى حتى لو انتهت رئاسة الرئيس دونالد ترامب ولم يكسب في الانتخابات المقبلة، فمن الممكن أن نشهد انسحابا أمريكيا أيضا من حلف الناتو بغض النظر عن اسم الرئيس الذي سنراه في البيت الأبيض. وبالتالي
بالإضافة إلى التهديدات الاستراتيجية التي يواجهها حلف الناتو من الصين وروسيا والإرهاب، نحن لدينا تهديدات داخلية قوية جدا تهدد بقاء هذا الحلف. وأيضا من الممكن أن نتكلم لاحقا عن التهديد التركي الكبير الذي من الممكن أن يفجر الحلف من الداخل. سنعرج على ذلك لا شك، لكن بعد قليل ما رأيك سيد بشار في هذه النقاط؟ الخلافات ليست بالجديدة، لكن ما نشهده الآن هو خلافات غير مسبوقة، هي في العلن وصريحة وحادة، وهناك تململ لدى البعض وإعادة قراءة للدور المأمول لهذا الحلف أساسا. هل قلق البعض من أن ما يجري يهدد فعلا وحدة هذا الحلف؟ هل هذا القلق في محله أم يحمل بعض المبالغة ربما؟ هو عزيزي الأمرين معا. الخلافات كانت موجودة ولكنها تفاقمت لأن هناك متغيرات فرضت على الجميع أن يتخذ موقف وينتقل من المنطقة الرمادية في صنع القرار وإعلان القرار إلى منطقة واضحة في من حيث البت في الأمور. بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية عندما تؤكد بلسان رئيس ترامب بأن المشكلة الأساسية في المنطقة تتطلب حلا من الموجودين في هذه المنطقة ودول الجوار، هو لا ليس فقط يهدد بأنه سينسحب هكذا كتصريحات تعكس هذه الانعزالية، لا، هو يقول من الناحية الواقعية أن على الدول المعنية أن تتحمل مسؤولياتها، تتحمل مسؤولياتها في قضية القتال ووضع الجنود على الأرض، وهذا ما فعله في شمال شرق سوريا عندما أحال المسألة عمليا إلى الأتراك والروس وبشكل غير مباشر إلى الأوروبيين، عندما أحرج ماكرون في المؤتمر الصحفي وقال له ما رأيك أن أرسل إليك بعض نايس آيسس تهكما، واضطر ماكرون إلى أن يتهرب من الإجابة ويقول بما معناه لا. هذا الأمر أيضا عكس نفسه حتى في مؤتمر صحفي لجونسون عندما سئل في هذا الأمر قال هؤلاء فقدوا جنسيتهم البريطانية، بمعنى أنه يقول لا شأن لنا في هؤلاء الإرهابيين. ماذا يقوم به الآن الرئيس ترامب؟ ما يقوم به عمليا هو وضع هؤلاء سواء الصديق أو الشريك العنيد في الإشارة إلى أردوغان وماكرون وذو الوجهين رئيس وزراء كندا، طبعا مع الاحترام للجميع، ولكن هو ما يقول هذا غير مقبول. هذا المنطق الآن الجديد في الإدارة الأمريكية هو يضع الشركاء والحلفاء جميعهم أمام مسؤولياتهم المالية عندما يقول أن لابد أن يلتزم الجميع بالاثنين بالمئة كنسبة معقولة، وأيضا أن ينخرط الجميع بمسؤولياتهم القضائية والسياسية والقانونية عندما نتعامل مع مشكلة كمشكلة الإرهاب. في هذه المسألة أعتقد أن ما يجري الآن هو تغيير طبيعة هذا الحلف بأن يجعله مرة أخرى كما بدأ في مواجهة الخطر الشيوعي. الآن الرئيس الأمريكي يقول أن التهديدات الحقيقية أمامنا هي أن نتحمل مسؤولياتنا كأعضاء الحلف. ولاحظ عزيزي أن غداء العشاء، الغداء العمل الذي قال الرئيس ترامب أنه استضاف به الجميع نوعا من التعبير عن امتنانه لمواقفهم، حمل آخر كلمة قالها في المؤتمر الصحفي أمام الصحفيين مازحا، قال عليهم أن يدفعوا، موجها كلامه إلى الدول الغنية في هذا الحلف، وإن لم يدفعوا من خلال الالتزام بالاثنين بالمئة سيدفعوا من خلال اتفاقيات التجارة. هذا تهديد مباشر من الرئيس الأمريكي باستخدام الورقة الاقتصادية التي ضغط فيها على إيران، ضغط فيها على تركيا، هو الآن يضغط على حلف الأطلسي بما في ذلك الدول الغنية كألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا. نعم، وهنا سيد أحمد الأمين العام للحلف نفسه قال اليوم في المؤتمر الصحفي الختامي بأن الخلافات ليست بالجديدة على الحلف وهي لطالما كانت حاضرة، وأشار إلى حوادث تاريخية سابقة سواء بأزمة السويس أو بحرب العراق وغيرها من الحوادث. هل ما طرحته وما يقوله الكثيرون بأن ما يجري فعلا يهدد وحدة الحلف وفعلا قد يدفع بالبعض لمغادرة صفوفه، هل له ما يدعمه في إطار هذه المعطيات؟ طبعا، يعني إذا نظرنا إلى تعامل الحلف مع روسيا أعتقد أن التعامل فيه كثير من الأمبيجوتي أو عدم الوضوح وعدم وجود استراتيجية على الأرض واضحة للتعامل مع التهديد الروسي الكبير الذي يمثله الرئيس فلاديمير بوتين للأعضاء في الحزب. التعامل مع الصين أيضا كان فيه إشكالية
كبيرة، يعني شهدنا حظرا كبيرا من قبل الأمين العام للحلف بعدم اعتبار الصين كروسيا عدو، لكن الغرب تشعر أنه لا يعرف كيف يتعامل مع الصعود الصيني، بمعنى أن الناتو لن يرسل قوات على سبيل المثال إلى آسيا إلى بحر الصين الجنوبي، ولكن الصين تأتي إلى الناتو عبر التوسع في الاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا وآسيا والقطب الشمالي، وزيادة الإنفاق الدفاعي. الصين اليوم ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وأيضا عبر يعني الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، تكنولوجيا الـ 5G على سبيل المثال، والذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة وغيرها. وبالتالي الغرب يؤخذ على حين غرة من قبل هذه القوى. المفروض أن الناتو الذي أنشئ أن يعني يدافع عن تماسك الغرب والعلاقات الأطلسية تجاه هذه القوى، هذا أولا. ثانيا يعني أعتقد أن الانقسامات الداخلية والميول بعض الدول الأعضاء والمؤسسة في حلف الناتو تجاه روسيا على سبيل المثال، ويعني التحالف معها في ملفات خارج أوروبا في سوريا وفي ليبيا، نحن نتحدث هنا عن العلاقة بين روسيا وتركيا، تفسخ هذا الحلف من الداخل. وبالتالي أنا أعتقد أن مشكلة الحلف الرئيسية تأتي من داخله ومن غياب الاستراتيجية، وأيضا من عدم وجود أي رؤية واضحة، ليس فقط لوجود قوة عسكرية، لأن هذا ضروري طبعا لمحافظة على الحلف الغربي بشكل عام، ولكن لطبيعة هذه القوة، الوظائف التي من الممكن أن توكل بها هذه القوة، وطبيعة العصر الذي نعيشه. هذه القوة صارت تنتمي إلى الماضي، تنتمي إلى الحرب الباردة، تنتمي إلى القرن العشرين. نحن نريد إعادة تعريف يتناسب مع القرن الحادي والعشرين لهذه القوى العسكرية. نعم سيد بشار، تركيا كانت محل جدل سواء في هذه القمة أو خلال في تحركاتها وسياساتها خلال الفترات الماضية. هي اتجهت شرقا، تحالفت مع موسكو في سوريا إلى جانب طهران، اشترت المعدات العسكرية المتطورة من موسكو، وأثارت كل هذا اللغط وكل هذه الخلافات داخل أروقة الحلف. هل وصلت العلاقة بين تركيا والدول الأعضاء إلى مرحلة اللا عودة ربما؟ أما شاهدناه من تراجع عن بعض الخطوات التركية بالتصويت الآن لصالح خطة الدفاع للناتو في البلقان وبولندا، هل تحمل بعض المؤشرات إلى إمكانية رأب هذا الصدع، إلى إمكانية احتواء بعض هذه التباينات؟ عزيزي، يعني أحاول أن أكون دبلوماسي وحذر إلى أبعد الحدود في الإجابة على سؤالكم الكريم، ولكن بقاء الوضع على ما هو عليه غير منطقي ومستحيل. إما يتغير سلوك أردوغان أو يتم عزله من المؤسسة العسكرية التركية، هذه الحقيقة، حقيقة مرة ولكن لا سبيل إلى تفاديها. إن استطاع الرئيس ترامب مواصلة ترويضه وتحجيمه وتقليم أظافر أردوغان في سوريا، وتمت الأمور على ما يرام، بمعنى أن لا تتم عملية إبادة لا قدر الله للمكونات الإثنية في شمال شرق سوريا، وأن تتم عملية تطهير إدلب بالكامل من الإرهاب، ويتم دحر جيش المحمدي في عملية نبع السلام المزعومة، في هذه الحالة فقط يكون استطاع ترامب وحلف الأطلسي بشكل أو بآخر ترويض أردوغان واستمرار عضوية تركيا في الناتو إلى حين ما تنتهي هذه الغيمة السوداء التي حلت على ليس فقط على تركيا وإنما على العلاقات التركية العربية والتركية في الحلف الأطلسي. الآن ما يجري فيما يتعلق في الاشتباك التركي مع الناتو، كل ما يجري الآن في سوريا وليبيا هي ذيول لإدارة أردوغان وساركوزي بفرنسا وأوباما في الولايات المتحدة لهذه الملفات. ومرة أخرى يذكر أردوغان، مع أنه ينفي ذلك عن نفسه هو ووسائله الإعلامية، يذكر أنه ما يجري في ليبيا مثلا، دعونا ننتقل للساحة الليبية، هي أطماع عثمانية هي التي استدعت الاحتلال الإيطالي أصلا لليبيا من ممارسات العثمانية الاستعمارية في ذلك الحين. هذا يعني أن الأطلسي يعلم أن السلوك التركي الأردوغاني العثماني مشبوه في البلقان، لأنه كان جزءا من مشكلة البلقان، ومشبوه أيضا في منطقة الشرق الأوسط. طيب. الحل إما الترويض أو أن عضوية تركيا
في الناتو على المحك. جميل. إن لم تتغير القيادة السياسية في تركيا هذا يعني أننا نشهد انفكاكا تدريجيا إن لم يكن طردا. طيب. لتركيا من الأطلسي. ما رأيك في ذلك سيد أحمد؟ هل عودة أنقرة ودعمها لخطة الدفاع في البلقان وفي بولندا وهو ما كانت قد تعهدت بعدم دعمه شريطة دعم أعضاء الناتو لسياساتها في شمال سوريا، هذه العودة هل هي محاولة للملمة الخلافات أم تأتي تحت الضغط مما حذر منه السيد بشار؟ شوف، إذا كان ضيفكم سيكون دبلوماسيا فأنا لن أكون دبلوماسيا. حقيقة الواقع التركي بين صفوف الناتو هو أنه اليوم حاول أن يأخذ الحلفاء رهينة، حاول أن يأخذ حلف الناتو رهينة لصراعاته الداخلية وطموحاته الإقليمية. الأعضاء يفهمون ذلك جيدا، لكن التراجع أنا أعتقد أنه ليس حدثا إيجابيا من الممكن أن نحتفل به، ولكنه بداية لترند، بداية لسلوك مستمر سيتخذه أو يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان في كل مرة يحاول فيها تمرير إحدى سياساته الهوجاء. هذا أولا. ثانيا، يعني قرب تركيا من روسيا فيما يتعلق بالتعاون في غزو شمال سوريا، التعاون في ليبيا، وأنا كاتب اليوم مقال في صحيفة الاندبندنت عن خطورة الدويتو، تكرار الدويتو الذي حصل بين روسيا وتركيا في سوريا وتطبيق ذلك في ليبيا اليوم ضد المصالح العربية، وأيضا شراء الاس 400 هو يوفر يعني موطئ قدم مجانيا لروسيا في المعادلة الغربية بشكل عام، وهذا ما قصدته بتفجير هذه المعادلة من الداخل. ثالثا وهذا أهم، وباختصار إذا تكرر، أردوغان يرى في حلف شمال الأطلسي عائقا أمام توسعاته في بلاد البلقان والقوقاز وفي منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق برؤيته العثمانية. وبالتالي باختصار أنا أرى أن تركيا تتحول إلى مشكلة، ومع الوقت ستتحول تركيا إذا لم تحل هذه المشكلة إلى طابور خامس. شكرا. داخل حلف شمال الأطلسي سيؤثر على تماسك هذا الحزب إن لم يقوم الحلفاء باحتواء هذه الطموحات التركية. معلش عذرنا، وقت هذا الملف انتهى تماما. أشكرك جزيلا الشكر من لندن مستشار التحرير في صحيفة اندبندنت بريطانية سيد أحمد أبو دوح، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي السيد بشار جرار. شكرا جزيلا لكم. معي هذه الحلقة مستمرة وفيها بعد قليل في مقابلة خاصة مع الغد الاتحاد التونسي للشغل يقول إن الانتخابات البرلمانية أفرزت مشهدا سياسيا مشتتا. أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني، نتابع مقابلة خاصة أجراها الزميل بلال مبروك مع سامي الطاهر الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، التي تحدث فيها عن الوضع السياسي والاقتصادي في تونس وموقف الاتحاد من بعض القضايا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه المقابلة مع سيد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد هو أول منظمة نقابية في تونس، في الوطن العربي وفي أفريقيا أيضا. سيد سامي، شكرا على يعني هذا الاستقبال هنا في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومرحبا بكم على قناة الغد. وشكرا على استضافتكم أيضا. طيب سيد سامي، يعني ربما السؤال المطروح الآن، يعني تونس تعيش الآن على وقع كارثة وطنية بأتم معنى الكلمة، وهي وفاة وفق آخر تحديثات أكثر من 26 شاب جراء حادث مروري في محافظة باجة وبين محافظتي باجة وجندوبة شمال غرب البلاد. أستاذ سامي، هل هذا الحادث هو حادث يمكن أن يعني يطرأ في أي بلد، أم أنه نتيجة وليس سببا؟ بداية ترحم على أرواح هؤلاء الشباب الذين ذهبوا ضحايا حادث الحافلة، ونقول بأن هذه الحوادث هي تكاد تكون موجودة في كل العالم، ولكن هذا لا يبرر أن الظروف التي عليها طرقاتنا والظروف التي عليها وسائل نقلنا والعديد من الأسباب الأخرى المتداخلة تجعل من أن نسب الحوادث المرور في تونس مرتفعة جدا. أحيانا يمكن أن نقول أنها تتجاوز ضحايا أمراض السرطان، وهذا أمر ملفت ومفزع
وخطير ولابد من الوقوف عليه لتحمل المسؤولية، هذا نعم، ولكن أيضا لتجنب ضحايا من جديد، شباب مقبلين على الحياة ذهبوا في رحلة في مكان من أجمل أماكن تونس ويعودون جثمين ولوعة لأهاليهم، لوعة لكل التوانسة في الحقيقة الذين باتوا تلك ليلة البارحة يعني في حزن عميق، وكل المنظمات والأحزاب وكل الطيف الاجتماعي والمدني يشعر بالألم جراء هذا الحادث، ونرجو ونتمنى لا يتكرر، وأنا أيضا نتوجه بعزائنا من جديد إلى العائلات ونتمنى لها الجرحى الشفاء والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وشبابنا يتعرض كثير إلى مثل هذه الأمور، يعني تسفير، موت في قوارب الهجرة غير النظامية، في مخدرات، جريمة، بطالة، تشرد، هذا في الحقيقة ليس هناك حيف أكثر من هذا وظلم أكثر من هذا، ولابد من رفع هذا الظلم على شبابنا. الحيف ربما واضح أيضا أستاذ سامي من خلال الصور التي شاهدناها يعني بعد هذه الكارثة، واللافت ربما الوضع التي عليه المؤسسات الصحية في ربما في إقليم يتكون من 4 محافظات، يعني لدينا محافظة جندوبة، الكاف، وباجة، وسليانة أيضا. هل من الطبيعي أن يتم إجلاء الجرحى إلى العاصمة على بعد 200 أو أكثر 200 كيلومتر؟ هل من الطبيعي أن لا يوجد في هذا الإقليم في هذا التعداد السكاني الكبير لا يوجد مستشفى جامعي محترم بإمكانه أن ربما يلبي طلبات المرضى؟ هو المرفق العام بصفة عامة في تونس بدأ يتدهور وخدمته في اتجاه تقريبا الغياب، والمرفق الصحي من أخطر المرافق التي اليوم يجد التونسي نفسه عاجزا أمام المرض ويضطر إلى التنقل للعاصمة وإلى بعض الجهات الأخرى. ونعتقد أن الدولة لأكثر من 5 عقود لم تهتم بهذه المناطق الداخلية، وجاءت الثورة أستاذ سامي، وهناك يعني التمييز الإيجابي بين المدن أو بين المحافظة التونسية منصوص عليه في الدستور التونسي. ماذا فعلت الدولة؟ بقي فصلا دستوريا لم يتم تفعيله، والتمييز الإيجابي هو في الحقيقة هو نوع من الإنصاف على فترة من الغياب، غياب الدولة، غياب المرفق العمومي، هو موجود نعم ولكن لا يفي بالحاجة ولا يمكن أن نجابه به مثل هذه الكوارث. ولكن يعني موضوع أو ملف الصحة في تونس هو ملف شائك في الحقيقة، وحتى في كبريات المدن إذا نتحدث عن صفاقس عاصمة الجنوب مستشفيان جامعيان، ولكن هناك اتهامات الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه ليس لديه رؤية وبحال إصلاح هذا القطاع، قطاع الصحة، وأن ربما كثرة الإضرابات وكثرة الاحتجاجات كانت تعلى أو حجرة عثرة أمام النهوض بهذا القطاع. كيف تقرون هذا الكلام؟ وفي الحقيقة الاتهامات كثيرة في كل أمر، كل لو سقطت شجرة في أقصى قاسي البلاد يقولون الاتحاد هو الذي فعل ذلك. احنا منذ بدأ الحديث عن إصلاح الصناديق الاجتماعية والضمان الاجتماعي في تونس كان شرطنا الوحيد الدخول، شرطنا أو شرط من شروطنا الدخول إلى هذا الملف هو أن يتم معالجة منظومة الصحة وإصلاحها بما يمكن من أن عندما نتحول من صندوقين إلى 3 صناديق ومنها صندوق التأمين على المرض نكون قد هيأنا الفرصة لكل التونسيات والتونسيين بحق العلاج. هل الإضرابات هي التي منعت أن نجهز مستشفى عمومي بسكانير وبغيرها من الوسائل المتطورة؟ نقول بأن ليس هناك إرادة، هناك رغبة ممنهجة من السلطة، من بعض القوى الضاغطة، من بعض رؤوس الأموال الذين يرغبون في تحرير سوق الصحة وأيضا تحرير سوق التعليم وتحرير سوق النقل وغيرها باعتبارها يعني مرافق يمكن أن تدر أرباحا بدون كلفة كبيرة. حوار بينكم أستاذ سامي وبين الحكومة وحتى الحكومة المرتقبة لا يبدو حوارا ربما يعني بناء أو حوارا واضحا، وهذا استنتاج ربما من تصريح أو من تصريحات المتتالية للسيد نور الدين الطبوبي بعد لقائه الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف من قبل حزب حركة النهضة. بأي عين ينظر الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا التكليف أولا؟ هكذا صرحوا بأنه مستقل، ونحن نعرف
روابطه بحركة النهضة. رجل غير متحزب لم ينتمي يوما لحزب حركة النهضة. هذا ليس هو موضوع الجدل، ولكن من كلفه هو حركة النهضة، ولن يكون خارج أهدافها وبرامجها، ولن يكون بعيدا عن الاستحقاقات التي يفرضها الحزب الفائز الأول في الانتخابات. فهذا غير معقول. إذن فكيف سيكسب أصوات البرلمانيين إذا لم يكن متناغما كل التناغم مع أول حزب فاز في الانتخابات؟ فهذا موضوع يعني منتهي والجدل فيه غير مفيد. طيب نتحدث الآن عن الآن يعني يقرب الحبيب الجملي من اليوم 15 من المشاورات. هل تحدث معكم؟ هل تشاور معكم؟ هل تشاور معنا ولا كما تشاور مع العديدين وما فوجئنا به، وأصبح التشاور يعني مفتوحا بشكل يمكن أن لا يؤدي إلى نتائج. يعني مفروض أنه تشاور مع الفاعلين الأساسيين، مع لا يعني أنه ليس من حقه أن يسمع أراء بعض الشخصيات الوطنية، ولكن هذا يأتي بعد تشكيل الحكومة. السيد الطبوبي أيضا في أحد حواراته قال بأن الرجل هو بالون ديسي بالفرنسي، يعني رجل بالون اختبار. هل فعلا الجملي هو بالون اختبار؟ هو العديد من المؤشرات تدل على وكانها تلبية لضغط داخلي في داخل حركة النهضة على أن يكون الشخصية المكلفة من النهضة، وفي نفس الوقت مؤشرات أخرى تدل على أن الاختيار يبدو غير جدي. نحن رغم ذلك دائما نأمل أن ينجح الرجل في تشكيل حكومته. بغاية الإجاز أستاذ سامي، إذا طلب منكم في الاتحاد العام التونسي للشغل المساهمة بأفكار فيما يخص الوثيقة التي سترسم توجهات الحكومة المقبلة التي تحدث عنها السيد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، ما هي ربما أبرز ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم حيال هذه الوثيقة؟ هو الغريب أنه نبدأ في صياغة برنامج ونحن نشكل الحكومة في نفس الوقت. من المفروض أن يكون البرنامج جاهزا، وأن يكون حوله حوار ونقاش، وأن تكون الخطوط العريضة فيها على الأقل فيها نوع من التوافق. أما أن ونحن نشكل الحكومة نصوغ البرنامج، فهذا يعني هرم مقلوب أو تزامن غير مناسب. إذا طلب منا ذلك نحن أعطينا رأينا. طيب أستاذ سامي، يعني تحدثتم في الاتحاد بأن الحبيب الجملي يمكن أن يكون بالون اختبار، وبالتالي هو ربما مرشح، أو أصبح من الواضح وفق كلامكم أنه مرشح حزب حركة النهضة، ولديكم طعن حتى في استقلاليته وفي ربما أن رجل مستقل. هل يمكن اعتبار أن حزب حركة النهضة الآن تمكن من الحكم بوصف أن رئيس البرلمان هو رجل غنوشي، وأيضا رئيس الحكومة المقترح هو مقترح من قبل حزب حركة النهضة، وأيضا رئيس الجمهورية كان قد لقي أو حظي بدعم واسع في الانتخابات من قبل حزب حركة النهضة؟ هل أن حزب حركة النهضة هو الحاكم الفعلي، ورجل غنوشي رأسا رئيس الحزب هو الحاكم الفعلي لتونس الآن بسلطاته الثلاث؟ لا أعتقد بالنسبة لرئيس الجمهورية أمرا آخر. أن يلقى دعما من حركة النهضة فهذا لا يعني أن حركة النهضة قد تمكنت من رئاسة الجمهورية، لأنه الأستاذ قيس سعيد لقي دعما من كثير من الأطياف السياسية المختلفة تماما مع حركة ولم يلقى دعما من الاتحاد، ونحن ليس مطلوبا منا ذلك، وقد قلنا بأننا لن ندعم. هناك حديث أن الاتحاد قام بدعم أو ربما كان يستصيغ وصول عبد الكريم زبيدي وزير الدفاع. هل وجدتم تصريحا في هذا؟ في لا وجود تصريح، ولكن لا احنا مواقفنا واضحة. لسنا كأطراف كثيرة من الذين يقومون بازدواجية الخطاب. لنا رأينا نبلغه نعلمه ونعلنه، وعندنا مصادر رسمية في ذلك، الأمين العام، الناطق الرسمي، أياكلنا، بياناتنا، هذه التي يمكن أن نحكم بها. ما عدا ذلك هو نوع من الضغط الذي قام به بعض الأطراف. إذا قلت نعود إلى مسألة الحكم، الدستور يمكن أن يسمح بذلك. هذا شأن يعني حتى لا نسقط في أنه هل من حقها أن تتمكن أم لا. حركة النهضة
مكن هذا الدستور من خلال الانتخابات أن تشكل الحكومة وأن تحصل على رئاسة المجلس. هذا أمر مفروغ منه، لكن المشكل في هل تنجح أم لا، وهي التي حكمت لي منذ سنة 2011 إلى الآن. في نهاية الأمر أن حركة النهضة لها في البرلمان 54 نائب فقط، يعني أقل من ربع عدد نواب المجلس، فكيف يمكن أن تحكم إذا لم تجد ائتلافا طبيعيا؟ وهل يبدو يسيرا هذا ربما تكوين حزام سياسي وائتلاف تكون على رأس حزب حركة النهضة وفق المؤشرات الحالية؟ الناخب التونسي أفرز بصوته مشهدا يعني مشتتا موزعا، وأحيانا مشهدا لأطراف متناقضة لا يمكن أن تجتمع، واجتماعها يصبح يعني من المعجزات، وهو أمر. ولكن رئيس حزب حركة النهضة وصل بسلاسة وبسهولة لترأس البرلمان. كانت هناك توافقات بالتأكيد، وكانت هناك صفقات سياسية وقعت، هذا لا شك فيه. بين من ومن الصفقات؟ بين الأطراف التي صوتت، ثم أطراف هي في فلك حركة النهضة، ولا يمكن أن نفصل جماعة المخلوف عن حركة النهضة، هو استمرار أو تعبير أخرى ربما متطرفة. تقصد أن هناك صفقة بين قلب تونس نبيل قروي ورشد الغنوشي أدت إلى هذا ربما وصول رشد الغنوشي إلى البرلمان، ستتواصل هذه الصفقة؟ أظن ذلك. هل ستتواصل هذه الصفقة؟ قد لا تتواصل في الحكومة أمر آخر، لكن في رئاسة البرلمان وقعت وبإقرار الجميع. يعني كيف، من أين أتى بالأصوات؟ هل هناك توافق على برامج؟ هل هناك توافق على حلول؟ لا أظن، ولا حتى لا أرى ولا خلفيات فكرية، كل له مرجعيته، لكن التوافق على مصالح وعلى صفقات، والصفقات تقام في كل. ثم أنه هذا المشهد الموزع من شأنه أن يغير الخارطة في داخل البرلمان حسب الملفات. كنا نتحدث عن ربما حرب ملفات أو صفقات ملفات تدار في البرلمان، ويمكن أن تحدد أو ترسم الائتلاف القادم، ولكن ليست هذا الموضوع فقط هو يعني هو هذه الملفات فقط هي مثار الجدل، هناك ملفات أخرى، والاتحاد يتوعد بكشف ملفات أخرى، وهناك ملف شائك في الحقيقة هو ملف مطار النفيضة الدولية. السيد نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال بأن هناك أطراف في تونس تستقوى بقوى أجنبية ورأسا تركيا للوصول أو للبقاء في الحكم، ماذا يعني هذا؟ هو في الحقيقة نحن لم نتوعد أحدا بملفات، نحن كل ما يقع بين أيدينا ملف نذكره في إبانه في وقته. يعني مسألة تدقيق المالية العمومية ليست جديدة، منذ سنة 2011 من الثورة قلنا يجب أن نقوم بتدقيق للمالية العمومية لفترة سابقة، قلنا أيضا يجب تدقيق الديون، لأين ذهبت؟ هناك ديون فاسدة، هناك ديون ذهبت إلى جيوب المتنفذين. إذن هذه موضوع المطار فيما يتعلق بالمطار، نحن نعلم من خلال مجلس إدارة شركة الموانئ أو ديوان الموانئ أن هناك اتفاق على أن يتم مراجعة العقد مع شركة تاف التركية وإسقاط ديونها، وهذا حدث. وحتى النفي الذي قام به وزير النقل لم يكن دقيقا وواضحا، لأنه نطالب بكشف ونشر الاتفاق الجديد الذي وقع مع شركة تاف. نعم هو اتفاق قديم منذ عهد الاستبداد مع بن علي، ولكن تم تجديده وتمديده بشروط جديدة بدعوى أن الشركة تعاني بعض الصعوبات الاقتصادية، وبالتالي لابد من التخفيف الكلفة عليها. هذا الموضوع ربما غطاء سياسي بطبيعة الحال. هل تركيا هناك جهات تريد إرضاء جهات أجنبية منها تركيا، وتريد من خلال هذه المعاملات مع بعض الشركات التركية أن تنال ربما ديو قروض أو مساعدات أو مساهمات أو دعم حتى سياسي خارجي لحكمها المستقبلي. رئيس يعني الأمين العام للاتحاد قال بأن من يحارب الفساد أو من يرفع يافطة محاربة الفساد يستقوى بالأجنبي، هل يقصد يوسف الشاهد رئيس الحكومة وهو الذي أطلق ربما حرب على الفساد؟ هو لم يطلق حربا على الفساد، هو قام ببعض العمليات الانتقائية والانتقامية، واستعمل ملف الفساد للابتزاز رؤوس أموال لدعم
الحكومة ودعم الترشح الانتخابات ودعم الانتخابات التشريعية وغير ذلك. هو لم يقم بحملة حقيقية وتستهدف الفساد، لأنه استهداف الفساد ليس فقط استهداف أشخاص، هو استهداف منظومة كاملة. طيب، بما أن الفساد والتهريب أيضا والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة، هل كانت الأيادي يعني الحكومة الفارطة، الحكومة التونسية، حكومة تصريف الأعمال الحالية، هل كانت مرتعشة فيما يخص تجفيف منابع الإرهاب إنجاز العبارة؟ يعني محاربة الإرهاب ليست فقط بالتدخل المباشر أو بربما القبض أو القضاء على الإرهابيين، هناك يعني رغبة كاملة، كيف تقيمون هذا؟ مقاومة الإرهاب يجب أن تكون مقاومة شاملة تشمل جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية وإلى جانب الجانب الأمني. هذا ما بقي حبرا على ورق، وليس هناك فيه برامج ولا رؤية. لابد من وضع استراتيجية متكاملة لمقاومة الإرهاب، لأن المسألة ليست مرتبطة فقط بالرصاص وبالسلاح، وإنما أيضا بتغيير العقليات، بإنقاذ شباب تونس من إغراءات الإرهاب، بنوع من الحصانة الفكرية والثقافية والدينية لشبابنا حتى لا ينحرف. كنا ننتظر أن يكون هناك أيضا رؤية استراتيجية بعيدة تنظر لمقاومة الإرهاب بنوع من النظرة الشمولية التي تمنع الإرهاب قبل وقوعه، من خلال كما قلت استهداف الثقافة واستهداف العقليات واستهداف التربية والتنشئة من البداية، حتى نجنب التأثيرات المتطرفة، نجنب أبنائنا التأثيرات المتطرفة. ولكن وجود أجهزة موازية وأجهزة سرية موازية لأجهزة الدولة، هذا كلام يدار في الحقيقة. هناك هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي ترفع هذا المطلب منذ سنوات، يعني ضرورة كشف عن هذا الجهاز السري. يعني كيف ترون موقف رئيس الجمهورية؟ هو أكيد أن الموضوع بيد القضاء، ولكن رئيس الجمهورية هل تعتقد أنه جاد في ربما في هذا فتح هذا الملف، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، وبالتالي هو على ارتباط بهذا الموضوع بشكل هو بيحق. هو معني طبعا معني بهذا الملف، وننتظر منه تفاعل، ربما ننتظر منه أيضا أن يستقبل هيئة الدفاع على الشهيدين، لما لا، ويستمع إليهم كما استمع إليهم الرئيس السابق، ويعلم ويعرف بعض التفاصيل والجزئيات، ولهم وثائق كثيرة. ونحن في الاتحاد العام للشؤون نتمنى طلب هيئة الدفاع، وقلنا احفظ ولا حيل شعار متمسكون به، تبنيناه ونطالب بأن يتم النظر فيه، سواء من خلال الهيئات المعنية مثل الهيئة القضائية، وما أيضا من خلال مؤسسة الرئاسة، لأن من مشمولاتها الدفاع على الأمن القومي للبلاد، من خلال محاربة كل تنظيم يمكن أن يستهدف الدولة من الداخل ويستهدف أجهزتها، تنظيم هذا سياسي أو من خلال التنظيمات السرية أو من خلال المحاولة الاختراق الداخلية للأجهزة. هذا أمر مخيف ولابد من إنهائه، لأن الديمقراطية لا تبنى في البيوت المظلمة ولا تبنى بالأجهزة السرية، والأجهزة السرية لا تستعمل إلا لهدم وضرب الديمقراطية. لرئيس الجمهورية أيضا صلاحيات أخرى من ضمنها السياسة الخارجية، وتكلم ربما بلغة رومانسية، خاطبت الوجدان التونسي فيما يتعلق بأم القضايا، القضية الفلسطينية، يعني تكلم بلغة حبلة بالرومانسية بالمضامين التي خاطبت ولاقت استحسان التونسيين. ولكن بعد العدوان الإسرائيلي أو عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة، كيف تقيمون موقف رئيس الجمهورية وأنتم الذين أصدرتم في الاتحاد موقفا، يعني وهذا الاتحاد كان وفيا ربما لعادته، موقف وبيان شديد اللهجة فيما يخص العدوان الأخير، كيف تقيمون؟ هل رئيس الجمهورية منسجم مع ما وعد به وما تحدث به يوم تنصيبه؟ هو لا عيب في الرومانسية، لأن الثورة في حقيقتها حلم رومانسي، لكن متى تصبح عيب؟ عندما لا تقرن بالأفعال، عندما لا تتحول إلى حركة نضالية. ولذا نحن ننتظر من الرئيس أن ينفذ وعوده فيما يتعلق بالقضايا القومية بصفة عامة وبالعلاقات الدولية، وخاصة بالقضية الرئيسية قضية فلسطين. لذلك طلبناه بأن يترجم اعتباره مسألة التطبيع إلى خيانة عظمى، بأن يبادر بمبادرة تشريعية إلى البرلمان
تجرم التطبيع في تونس، وهو أمر نحن متمسكون به. بالإضافة إلى تجريم التطبيع والمنادات بتجريم والدعوة إلى تجريم التطبيع، الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا كان من أعلى الأصوات المطالبة بضرورة إعادة العلاقات بين الدولة السورية وتونس. هل ستواصلون في هذا التوجه؟ مما لا شك فيه أن العودة إلى هذه العلاقات مع سوريا هي ضرورية، باعتبار أن عن جالية عن علاقات أشقاء، وقمنا بزيارة لوفد كبير من سوريا منذ سنتين، وما زلنا متمسكين أن الدولة التونسية تستعيد علاقتها مع سوريا وتحل العديد من المشاكل المتعلقة بالمسافرين، متعلقة بالتوانسة الموجودين الجالية التونسية في سوريا، بالسوريين الموجودين في تونس، بالعلاقات الأخوية والدموية والروابط الموجودة بين التونسيين والسوريين، بالقضايا المشتركة في المحيط الإقليمي الذي نعيش فيه. طيب، موضوع آخر يعني هو موضوع العراق، وهناك احتجاجات في العراق، أكثر من 400 شهيد يعني منذ انطلاق هذه الاحتجاجات التي انطلقت في البداية على مطالب معيشية، ثم تطورت إلى ضرورة ربما إسقاط النظام أو النظام الذي يحكم العراق، يعتبره نظام طائفي أو نظام ربما له ارتباطات أخرى. الاتحاد العام التونسي للشغل عود الجماهير التونسية، الجماهير النقابية والجمهور التونسي أيضا ببيانات تنسجم ويعني تكون متماشية مع إرادة الشعوب في التحرر وفي إسقاط الفساد وإلى ما هنالك من ذاك الكلام، ولكن موقف الاتحاد كان غائبا، لماذا أستاذ؟ لا، هو ليس غائبا، هو احنا كنا عبرنا على مساندة لأي حركة شعبية، ومنها في لبنان وسوريا والعراق وفي السودان في إبانها لما انطلقت، ولكن بقينا نتابع لأن عندنا علاقات نقابية مع الاتحادات العمالية في العراق، والمشهد العراقي كما تعلم مشهد معقد، ما زال فيه برشة تجاذبات، وهناك عديد من الأشياء التي لابد من استيضاحها. لا يعني هذا أننا ننتظر لنساند حركة شعبية، بالعكس، نحن عبرنا الاتحاد عمال العراق على مساندتنا ودعمنا، وطلب أن نحن نتحدث عن أكثر من 400 ضحية يعني، وقدمونا توضيحات كثيرة في هذا الجانب، ونحن مساندين، وتحركنا مع الاتحاد الأفريقي في المؤتمر الأخير، وهناك مساندات أفريقية وعربية لما يحدث من ثورة حقيقية في العراق، ثورة ضد الطائفية، وهذا مسألة لابد من، وهذا ما يحدث في لبنان، ويحدث بعض في لبنان ولكن بأقل يطالبون بضرورة إسقاط هذا نظام المحاصصة، يعني كيف ينظر الاتحاد إلى؟ طبعا من أسوأ ما بليت به البلدان العربية هي الطائفية والمذهبية والانقسام على أساس الدين والمذاهب والحروب والتطاحنات التي وقعت في تاريخنا كله، نحن نعاني منها إلى حد الآن، وما زالت الآن مسائل سنة وشيعة ولا أدري ماذا، من فما بالك بالنسبة للعراق الذي فيه أكثر من 100 طائفة تتحارب تنوع إثني وعرقي، مع وجود الأسلحة ومع وجود الدواعش وغيرها، هذا يعقد الصورة. نحن ضد الحكم الطائفي، ونأمل. هل لديكم موقف واضح من الحالة اللبنانية؟ الحالة اللبنانية هي حالة شعبية، هو انتفاضة شعبية، ونحن ندين أي حزب وقف ضد حركة الشعب من المطالب بالحرية، المطالب بإسقاط الطائفية، المطالب بإسقاط المحاصصة، هذا لا جدال فيه. بعض اللبنانيين يقولون أن معاداة إسرائيل ومقاومة إسرائيل يمكن أن تكون محل مقايضة مع ربما معيشتهم ومع حريتهم، كيف تقرأ؟ هذا أمر صحيح تماما، مثل الديمقراطية، لا يمكن أن تقايض الديمقراطية بالطعام والأكل وبمواطن العمل. الديمقراطية لا تتعارض مع المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نفس الشيء المطالبة بالحرية لا يمكن أن يتعارض مع المطالبة بمقاومة الاستعمار ومقاومة الاحتلال الصهيوني. إذن محاولة المقايضة بين الاثنين أنه لا يمكن أن يكون هناك حرية لأننا على مشارف حرب مع العدو الصهيوني، هذا نوع من استغلال الحرب، وهو
واستعملته الأنظمة العربية كثيرا منذ عقود من أجل إخضاع شعوبها ومن أجل الكراسي ومن أجل الاستبداد. أشكرك. قبل أن أشكرك يا أستاذ سامي، يعني السيد نور الدين طبوبي قال بأن يعني يوم هي ذكرى 67 لاغتيال الشهيد الزعيم النقابي الشهيد فرحة حشاد، لديه خبر مفرح للنقابيين، هل لك أن ربما أن تمنحنا هذا السبق؟ ما هو الخبر المفرح للنقابيين من خلال شاشة الغد؟ سنتركه للأمين العام، هذا وعد به هو وهو الذي سيقوم به. على أي حال هو من الأخبار المفرحة لجزء من شعبنا لناضل من أجل حقوقه، إن شاء الله يكون المناسبة يوم ذكرى الشهيد الوطني والنقابي فرحة حشاد يوم بشرى ويوم أيضا إحياء للذكرى ويوم وفاة ويوم الاستشراف للمستقبل. مشاهدينا بهذا وصلنا لختام حلقة هذا المساء، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.